أملك السهرة هذه سيف الدين بولعريس، أحمد المخلوف، سندس القفصي من القيروان، ومن تونس العاصمة محمد عزيز مصباح ومعتز كامل. معي في الاستوديو ضيوفي الأجلاء، معي المطربة نجاح الرمضاني والمايسترو الموسيقار معز بن سعيد، ومعايا الأستاذة نجاة الضفاوي والشاعر ناجي العجبوني، وكانوا معنا عبر الهاتف مجموعة من الضيوف منهم شاعرنا شكري السلطاني. نعود في هذه الفقرة الثالثة من رواق الحياة، سنذهب مع الغناء مع الطرب. إذن الوردي جميل، المطربة نجاح الرمضاني بمرافقة موسيقية للمايسترو معز بن سعيد، ثم نعود مع الشاعر ناجي العجبوني. الوردي جميل معز بن سعيد. حبيب لحبيب، إذا اهدى حبيب لحبيب، يكون معناه وصال وقريب. شوف الزهور وتعلم بين الحبايب تتكلم. شوف 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 الزهور الزهور، شوف وتعلم. شمال على الأغصان بتطير ودلال، والنرجس مال ايمن وشمال على الأغصان بتطير ودلال. نشوف العيون معاك العذور، خليك بعيد على العزال. شوف الزهور وتعلم بين الحبايب تتكلم. شوف 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 الزهور الزهور، شوف وتعلم. Thank you.
فل يا روح يا روح الروح، من شم هواك عمره ما ينساك. يا فل يا روح يا روح الروح، من شم هواك عمره ما ينساك. يا فل يا روح يا روح الروح، 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 فل يا روح يا روح الروح، يا شم هواك عمره ما ينسى. حبيب مشتاق بيستناك، كل حبيب يحكي بلغاك، حبيب مشتاق بيستناك. شوف الزهور وتعلم وتعلم، شوف الزهور وتعلم وتعلم، فين الحبايب تتكلم. شوف 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 الزهور الزهور، شوف وتعلم. الله الله الله، رائع 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 جدا والله، روعه. يعطيك الصحه يا نجاح معز بن سعيد، برافو عليك. ان شاء الله لاباس الوالده نتاعها، ورغم ان شاء الله لاباس، ربي يشفيها يا ربي، ان شاء الله تقوم لاباس وتستمر الحياه اذا في هذه الاجواء الجميله بين الفكر محلاها الحديقه، حديقه الليله، حديقه فيحاء عطره، الفكر، الفلسفه، الشعر، الموسيقى، الغناء، الطرب. هذه اجواءنا في اذاعه الحياه من برنامج مشكم الأسبوعي رواق الحياة. والجناح الثاني إذا جناح الموسيقى والطرب، الآن جناح الشعر ناجي العجبوني في مقترح جدي أولا وبعده مقترح هزلي. يلا، تحية متجددة إلى كافة المستمعين. أريد أن أدخل عيادة الفلسفة مريضا بالفني ومصر على عدم التداوي وعدم الشفاء. لماذا؟ لأن في علتي ما ثبت به صحتي. هذا بفضل عيادة الفيلسوف. بفضل عيادة الفيلسوف أريد أن أخرج مريضا لا معافا. لماذا؟ لأن مسألة العنف طرحت مسألة التواصل، والتواصل يمكن أن يكون عبر اللغة، لأنها يبدأ العنف حين تنتهي اللغة. يبدأ العنف حين تنتهي اللغة. ومن المداخل الممكنة لمقاومة العنف مدخل الفن، لنا الفن كي لا تميتنا الحقيقة. الحقيقة. أبدأ بنص جاد: لبارقة السؤال وللبريق يضيق، وبمساربهم تضيق، وميضك برق صحوي أم ظنون تراودني فتلجمها الطريق. لعشق في ثراء الضاد أهذي، فيحسدني المتيم والعشيق، وأزعم أن بي شغفا إليهم لجدتهم وقد أودى العتيق. وما بي من نوازعهم، ولكن أنا ومراكبي فيهم غريق، فهمي أن همهم همومي، وهمهم بأني لا أليق بهم، مهما طرحت لهم ضلوعي ليبنوا فوقها ما لا أطيق. فكم قد كان فيهم من نبي يرافقهم وما فيهم رفيق، وكم قد صال فيهم صوت حق
فأخمد صوته هذا النهيق. لبارقة السؤال ولي شجوني، إذا عظمت بصدري أستفيق. فذا عصر عصرنا فيه عصرا، وأخرج من حشاشتنا الدقيق. وذا عصر به شاب الجنين، وأنجب من شقيقته الشقيق. لعشق في ثراء الضاد أهذي. هذا هو الشاعر ناجي العجبوني في ملمح الجد. فماذا عن الهزل يا رجل؟ سأقدم والشاعر ناجي العجبوني ومقلد يعني ماهر وبارع، إذا يعني سيصل شعره بنبرة شاعر آخر أظنه المزغني. المزغني نعم. يلا بينا. سوف أبدل الموجة إذن، أقدم الشعر المزغني بصوت الراحل الأستاذ المجي الشملي. يلا بينا. وبعدها شعر ناجي العجبوني بنبرة منصف المزغني. شكرا لك يا أستاذ عبد المجيد. وشكرا لإذاعة الحياة. شعرت وأنا في هذا الأستوديو بشيء من الاعتزاز، ونقول في العربية شعرت. لا شعرته، لأن شعره في لسان بمعنى كثر شعره، وتلك قضية أخرى أستاذ عبد المجيد. توهمت إذن المنصف المزغني. هذه فائدة لغوية صح. المنصف المزغني يقدم تحية إلى المرأة في عيدها. ماذا يقول؟ ثرثارة، ثرثارة سألت جارتها وت 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 وترا صلت ونامت لم تسأل. لأن السؤال يكلفها أن تنفق اليوم حديثا، ومن قالت ولمن قالت، والدجاجة الصفراء متى باضت، والجارة ريم متى قامت. شك 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 شكرا للشكك رامي نعومته، مثل أحاديث النعومة لو أنها عن الكلام قد صامت، ولو أنها في عيدها نامت، ولو أنها شاهدت نملة الزيت التي في القمح قد بالت، ويظل العيد سعيدا لو دامت. تصفيق كبير أحمد مخلوف. تصفيق كبير. إذن هذا هو ناجي العجبوني، شعر ناجي العجبوني بنبرتي ولهجي منصف المزغني، رائع جدا. ونعود إليك ربما مرة أخرى لتقلد، لا لتقلد شاعرا آخر نقترح عليك في حلقة لاحقة. نعود إلى الطرب الأصيل، نعود إلى الطرب الشرقي مع ضيفتنا نجاح الرمضاني بمرافقة معز بن سعيد. أنا قلبي ليك ميال. يلا بنا. مفيش غيرك عالبال، أنا قلبي ليك ميال، ومفيش غيرك عالبال، أنت وبس اللي حبيبي،
انت وبس اللي حبيبي، انت وبس اللي حبيبي، انت وبس اللي حبيبي، مهما يقولوا العزال. بحبك قد عينيا، حاسه اكتر منها شويه، وبحبك قد عينيا، حاسه اكتر منها شويه، واسالها انت وحلفها على طول هتقول لك هي، اسالها انت وحلفها على طول هتقول لك هي، انت وبس اللي حبيبي، انت وبس اللي حبيبي، انت وبس اللي حبيبي، انت وبس اللي حبيبي، مهما يقولوا العزاب. بهجتها والفرحة انت فرحتها، والدنيا انت بهجتها والفرحة انت فرحتها، خليني احب الدنيا حلاوتها وابتسامتها، خليتني احب الدنيا حلاوتها وابتسامتها، انت وبس اللي حبيبي، انت وبس اللي حبيبي، انت وبس اللي حبيبي، انت وبس اللي حبيبي، مهما يقولوا العزاب. انت وبس اللي حبيبي، هذه هي سهرتنا مستمعينا الكرام، ونحن في الفقرة الأخيرة من سهرة الليلة، سهرة الجمعة من رواق الحياة. كنا تداوينا بالفلسفة بالفكر، وتداوينا بالشعر أيضا، وتداوينا بالغناء والطرب والموسيقى، وصديقنا سي جلول الضفاي هكا في الاستماع إلينا، نقول له المرة القادمة نتداوى في عيادتك بالرياضيات يا صديقي جلول. شكر موصول لكل المستمعين الأفاضل الرائعين معنا في الاستوديو، مشكورة في فقرة قارة هي عيادة الفيلسوف الأستاذ نجاة الضفاي، وشكرا جزيلا ناجي العجبوني أيضا لنا معه لقاءات آتية بحول الله. شكرا للفنانة نجاة الرمضاني والمايسترو معز بن سعيد الرائع الذي يعد الفقرة الموسيقية نجاح الرمضاني، كان معنا عبر الهاتف شكري السلطاني من نابل، والأستاذ سالم عكيدي من العراق، والباحث التي هنأناها بنيلها شهادة الدكتوراه لبنى مفتاحي من سوسة، أمن لكم هذا اللقاء سيف الدين بولعراس، أحمد المخلوفي، سوسن القفصي في تأمين المكالمات الهاتفية. استمعت إلينا طيلة ساعتين ها هنا من القيروان، من استوديو إذاعة الحياة FM، في برنامجكم
لكم رواق الحياة، تابعتمونا عبر الموجات إذاعة الحياة 90.3 في القيروان وعبر لايف ستريمينج في كل أنحاء العالم، الحياة FM.net، ووضعنا على ذمتكم خطا هاتفيا تفاعلتم فيه معنا عبره هو 705-3120. الشكر موصول لراديو بلاتين FM موجات 98.9 في تونس الكبرى التي أمنت لنا هذه السهرة الرائعة. مخاطبكم عبد المجيد فرحات من إذاعة الحياة، نلتقي الأسبوع القادم.